الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل لديه مخزن مؤجر وقد أجره لشركة تستفيد منه ومن العائد المادي، يقول: والآن وقبل شهر قرر أن يبيع المخزن ويستفيد من المال، يقول: هل المال الذي يأتيه من بيع المخزن فيه زكاة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل شيء يعده الإنسان للتجارة فإن فيه الزكاة، لما روى أبو داود في سننه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع. فإذا كان صاحب هذا المستودع قد أعده للبيع بنية جازمة قاطع بها، فإن حول زكاته ينعقد بوجود هذه النية، فمتى ما حال على هذه النية حول زمان ولم يقطعها فإن الواجب عليه أن يخرج زكاة هذا المستودع. فإن كانت معه سيولة يخرج ربع عشر قيمته فالحمد لله، وإلا فيكتبها في ورقة فتكون الزكاة دينا في ذمته. متى ما تيسر له بيع هذا المستودع في زمان فإن الواجب عليه إخراج زكاته قبل التصرف في المال. فإذا كانت مثلا قيمة المستودع 10,000 ريال مثلا فيما لو قدرنا، فإن في ذمته ربع العشر، يعني 250 ريالا. وإذا حال عليه حول زمان آخر فإنه يقدر قيمته ثم يقسمها على 40، والناتج هو ربع العشر الذي تجب تزكيته. ولا يقول بأن الزكاة واجبة على المستأجر، فإن الزكاة إنما تجب على المالك الأصلي إذا نوى بيع سلعته، والله أعلم.